ماريا، فيك تحكي لي شوي عن حياتك بس اول ما اجيت على استراليا، انه انت ما كان عندك عائله وما كنت تحكي اللغه، كيف حسيتي؟ اول ما جيت اتجوزت تحت شي 3 اشهر قعدت مع اهله وهو سبقني، فبس سبقني عشان يطلع حق التيكت، انه يطلع حق التيكت، انه اجى يشتغل قبلي ليدفع لي حق التيكت، لانه كان له سنتين بلبنان انه كان خلص معاش بده يرجع، بس انه فكر يتجوزني قال لي لا لازم نرجع يعني، فسبقني وانا لحقته بعد 28 يوم تقريبا او شهر، فاشتغل وبعت لي حق التيكت ولحقته انا، فقعدت مع اخته شي سنه تقريبا، وكثير انه حسيت انه كثير تعبت نفسيتي، انه صعب جاي عن ناس ما بعرفهم، اخته وصهره، وهي حرام كانت منيحه معي وكل شيء، بس انه كان صعب علي لانه ما عندي عائله ولا اهل ولا حدا. كنت عم تتعلم شيء هنيك او شيء؟ كنت عم بتعلم مساعده حكيم اسنان. جيت شو اسمه بدي عدل شهادتي وهيك، قالوا لي لا بدي ترجعي تتعلمي من اول جديد، نحن ما بنقيم فيها الشهاده المتحده. فبتعرفي انه بعرف شوي انجليزي بس انه ما بنعمل براكتس، وخاف الناس تضحك علي بس احكي. بس خلقت اول بنت، رحت تعلمت لغه انجليزي شي اسبوع، كان عمرها شي اسبوعين، حطيتها تشايلد كير بس ما قدرت، ضلي قلبي عليها وما استوعب شي، بس عقلي عندها، فرجعت طلعت، كنت ناوي ارجع اتعلم لغه واعمل مساعده حكيم اسنان، بحب اني هالشغله. Can you explain the difference between ticket؟ فاهميني شوي بين لبنان واستراليا، فيك تكوميهم بيناتهم؟ لبنان انه بلدي، خلقت هونيكي يعني طبيعي وعائلتي هونيكي، بلد حلو كتير بس انه ما في امان، يعني عطول في مشاكل، عطول في حرب وما في امان بالمرة، هون في امان، بتحسي حالك كومفورتبل، يعني بس هون ناقصني كان لو عائلتي هون اهلي، يعني كنت كثير اكون مبسوطه. واستراليا حلوه، بتحب استراليا كثير. هلا صرت كثير كثير صرت احبها لانه اولادي كبروا وعيوا. وبس اجيتي كيف كنت تاسستوا بالمصاري وهيك؟ شو اشتغلت جوزك؟ اشتغل بالدهان، دهان بشتغل. وقعدنا سنين ورجعنا اشترينا بيت، قعدنا لحالنا. كان صعب؟ ايه كان صعب كتير، يعني هالسنين ما شوفه يشتغل ليل نهار، ما شوفه بالمرة، يعني يجي بالليل تقريبا حدا. عزبتي ايه سنة كتير تعذبنا. Thank you so much, Mama.